اتعلمت انه ازاي انه اقصي الاخر، تعلمت انه ازاي انه اكره الانسان اللي ما بيؤمن بنفس الايمان تبعي. وكل انسان لا يؤمن بنبوة محمد، كل انسان لا يؤمن بالقرآن فهو كافر. انا اسمي ياسر، مولود في السودان في اسرة مسلمة. طبعا تربيت تربية اسلامية بحتة. لما انا كنت صغير بي وداني على مدرسة تحفيظ قرآن، كان عمري 8 سنين، وصلني على المدرسة وتركني هناك واجا اخذني بعد سنتين. ففي هذول السنتين اتشكلت حياتي وتشكل شيء جوايا وتشكلت عقيدتي وتشكلت خلفيتي وتشكل كل شيء فيها. اتعلمت انه ازاي انه اقصي الاخر، تعلمت انه ازاي انه اكره الانسان اللي ما بيؤمن بنفس الايمان تبعي. تربيت على ايات بتقول لي انه المسيح كافر واليهودي كافر وكل انسان لا يؤمن بنبوة محمد، كل انسان لا يؤمن بالقرآن فهو كافر. كان عندي نظرة سيئة جدا جدا عن الايمان المسيحي وعن كل ما هو مسيحي. علمونا انه المسيحيين بيعبدوا ثلاث آلهة. اتعلمنا ان الكتاب المقدس محرف وطلع الكلام غير صحيح. كانوا بيقولوا لنا انه المسيحيين بيعملوا في الكنائس اشياء كتير وحشة، انه النسوان بيكونوا جنب الرجالة وفي الكنيسة في موسيقى وفي رقص وفي ديسكو وفي امور كثيرة. فعشان هيك قبل ما اقول شهادتي وقبل ما انه اسرد قصة حياتي، عايز انه اخاطبك اليوم عزيز المشاهد، انك اينما انت كنت وبالذات إذا كنت مسلم، أنا أبوي لسه مسلم، أمي لسه مسلمة وأحب المسلمين، بس اللي عايز منك اليوم إنك تبتدي تفكر في الأمور اللي أنت بتؤمن فيها، في البديهيات اللي نحن اتولدنا عليها، في المسلمات اللي عمرنا ما حطيناها تحت المجهر وابتدينا نسأل فيها. العلاقة اللي ربطتني بالمسيحيين علاقة كانت واحدة، هي في الحقيقة مش كانت علاقة، إنما لما كنت في المدرسة الثانوية العليا قبل ما أمشي على الجامعة، إجا واحد مسيحي قعد جنبي في الصف. كان المسيحي الوحيد عندنا في المدرسة. أنا كنت أكرهه لسببين. السبب الأول لأنه كان من جنوب السودان، ونحن تعلمنا إنه ما يكون عندنا علاقة مع ناس من جنوب السودان. والشيء الثاني إنه كان مسيحي كافر قعد جنبي. كل يوم أنا أجي الصبح، كان اسمه زكريا، كل يوم أجي الصبح على المدرسة كنت بفتش على طريقة واحدة إنه أتعارك معه، إنه يعني أدخل معه في مشكلة، إنه أضربه، إنه أستفزه، إنه بس زكريا كان إنسان غريب جدا جدا، مهما تعمل له كان يبتسم في وشك، تضربه يبتسم، تهينه يبتسم. أنا قلت مين هذا الإنسان؟ وهذه الأمور خلتني أنه أنا أكرهه أكتر وأكتر وأكتر. وفي يوم من الأيام قلت لأصحابي، قلت لهم نحن لازم نطهر المدرسة والصف تبعنا من هذا الكافر، وقلت لهم لازم نقتله لأنه إنسان غير مسلم. وفعلا في يوم من الأيام هجمنا عليه في ليلة، كانت ليلة فعلا ليلة سوداء، وضربناه. إلى اليوم أنا بسمع الصراخ اللي كان بيصرخ فيه زكريا. نزلنا فيه ضرب، كسرنا إجره إيده، عورناه وهو كان يصرخ يصرخ. وفجأة صوته انقطع، ومش حتى نفسه مبتديش يتنفس، وتركناه في الغابة بين حي وميت. يوميها أنا كنت كتير فخور بهذا الموضوع، أنه الله استخدمني ضد إنسان غير مسلم. وعلى فكرة هذه هي المشكلة الكبيرة، مرات كتير لما نفتكر نحن بنخدم ربنا، لما نفتكر نحن بنسعد ربنا، لما نكره
ولا من جاهد ولا من نقتل ولا من نعذب الآخرين. آخر شيء ربنا بيكون محتاج منك إنك تكره كرماله. بس أياميها أنا ما كنت مستوعب أبعاد الموضوع، وزكريا ما رجع المدرسة عنا مرة تانية خالص، وما شفته في حياتي، إلى أنه جاء يوم من الأيام وكنت أنا في المستشفى، ودي اللحظة الحاسمة اللي الرب عامل فيها معي. كنت في المستشفى، ابن عمي كان مريض عمره 11 سنة، دخل في غيبوبة 4 أسابيع، الأطباء قالوا رح يموت، كان في غرفة العناية المركزة حاطين عليه كوابل من راسه لرجله. وكنت قاعد جنبه أنا في يوم من الأيام، وفي أمسية إجوا مسيحيين 2 أقباط، أنا شفتهم من بعيد قلت إن شاء الله ما يكون جايين عندي، ورغم ذلك إجوا. واحد منهم مد إيده بده يسلم علي، وشفت إنه في إيده في صليب، سحبت إيدي منه، قلت له أنا لا يمكن أسلم، لا يمكن إنه ألمس يد فيها صليب. وسألتهم قلت لهم ليش أنت جيت هون؟ فواحد منهم قال لي إحنا سمعنا إنه هذا الولد مريض وإجينا بدنا نصلي لأجله، رغم إنه أنا ما كنت عايزهم يصلوا لأنه ما كنت عارف رح يصلوا إزاي وشو رح يعملوا، بس قلت لهم أوكي صلوا لأني ما كنت بدي أكسفهم. فابتدوا يصلوا وأنا ابتديت أراقب، قلت هلا رح يصلوا، رح يخلعوا على المؤاخذة أحذيتهم، رح يتوضوا، رح يستقبلوا قبلة، شو رح يعملوا، ما كنت أعرف. ففاجأوني إنه واقفين هيك ما غيروا شيء فيهم، وابتدوا يتكلموا مع ربنا، والصلاة تبعهم أثرت فيها لسببين. السبب الأول لأنهم ابتدوا يناجوا ربنا وبيتكلموا مع ربنا بطريقة مباشرة زي ما أنا بتكلم معك اليوم. فأنا قلت مين هذول الناس اللي جايين وبيحكوا بهذه الطريقة المباشرة مع ربنا؟ والشيء الثاني اللي أثر فيها محبتهم، صلوا بمحبة وبلجاج بقولوا لي يا رب إلمس هذا الولد، اشفيه، أعطيه حياة، ولا آخره. طبعا أنا كنت أدعو للمسيحيين أيضا، كنت أدعي لهم قطع نسلهم، جيب عليهم الطاعون، نزل نار من السماء عليهم، وكل هذه الأمور. ويجوا هذول الجماعات وابتدوا يصلوا بهذه المحبة وقول يا رب اشفيه. وراقبت أنا الموضوع وخلص الصلاة تبعهم وقالوا آمين. وأول ما قالوا آمين هذا الولد فتح عيونه لأول مرة بعد 4 أسابيع، ومش هيك فقط، ابتدى يحرك إيدينه، دبت الحياة فيه من جديد. جلس في السرير تبعه ونزل وابتدى يمشي. بهذيك اللحظة الرب فتح عيوني أنا أيضا. واحد من هذول المسيحيين الاثنين قعد معي قال لي المعجزة الحقيقية إنه مش إنه الرب يشفي، بيقدر يشفي، بس قال لي المعجزة الحقيقية إنه الرب عايز عيونك تنفتح، وعايز إنه قلبك يتغير، وهذا راح يكون هو الشفاء الحقيقي لك. وقال لي الطريقة الوحيد، الطريقة الوحيدة أو الطريقة الوحيد إلى الله هو يسوع المسيح، اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو خبز الحياة، اللي قال محبة أبدية أحببتكم لذا أدمت لكم نعمتي ورحمتي. في هذيك اليوم أدركت أن الله بحبني، وفي هذيك اليوم أدركت أن الله له خطة في حياتي، وأعطاني أمل ورجاء جديد. وإذا أنا متت اليوم أنا بعرف أنه وين ماشي، مش لأنه أعمالي صالح ومش لأنه في شيء صالح فيه، ولكن لأنه أنا بعرف وبتبع يسوع المسيح. وأختم بهذه القصة الصغيرة. من 2007 كنت في مصر بعد سنين طويلة، وأثناء وجودي في مصر قابلت قصص سودانيين، واحد من القصص السودانيين قابلته في أمسية، سألني من وين أنا جاي،
وحكيت له قصتي زي ما أنا بحكيها لكم اليوم. وأثناء ما بحكي له قصتي، هذا القسيس ابتدى يبكي. فأنا قلت له ليش بتبكي؟ شو أنا عملت؟ شو قلت غلط؟ فبص فيه قال لي بتعرف مين أنا؟ قلت له صدقني مش عارف مين أنت، لأنه أنا عمره ما شفتك. وبص فيه مرة تانية قال لي أنا اسمي زكريا. زكريا؟ قال لي آه. وأول ما قال اسمه اتذكرته، قابلته بعد 25 سنة. دي كانت واحدة من لحظات حياتي اللي كنت أتمنى فيها إنه أختفي، ما كنت عايز أعيش. ابتديت أفتش في كلمات في داخلي إنه كيف أعتذر وشو ممكن أقول لزكريا. اتوقعت أمور كثيرة، بس أمر واحد لم أتوقعه أبدا. زكريا طلع فيي هيك، بص فيي مرة تانية وقال لي ياسر، لأنك كنت كتير كتير تكرهني، أنا كنت دايما أصلي لأجلك. ويوميها عرفت أنه ليش الرب ممكن يتعامل مع واحد زيي، مش لأنه في صلاح فيي، ولكن لأنه في واحد اسمه زكريا كان يصلي لأجلي. ليه؟ لأنه كان من أتباع المسيح، ولأن المسيح علمه أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. وهو بيتكلم معي ابتدى يحرك ايده المكسوره، اخذ شنطته، طلع كتاب المقدس وفتحه، وكان كاتب اسمي في اول صفحه، وكان عم بيصلي 25 سنه لاجلي. انك تكره اللي بيكرهوك، على فكره هذا مش شيء صعب، اسهل شيء، بس انك تحب اعدائك تحب الناس اللي بيكرهوك، لهذا الموضوع انت محتاج واحد اسمه يسوع المسيح. اليوم رسالتي إليك ان المسيح بيحبك. الله بيحبك لانه الله محبة.